السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي لغات في قناتكم لتسلين. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. زي ما طلبتوا مني إن نحن نحل مع بعض التقييم الأسبوعي لمادة الاي سي تي، بعتذر لو كنت أنا نسيت إن في مادة اسمها اي سي تي وهي مقررة عليكم. هي أي نعم مش بتضاف للمجموع بس مادة سقوط ونجاح. فيلا بينا نحل، هنحل إن شاء الله الأسبوع الرابع والأسبوع الخامس، وبإذن الله كل الأسابيع اللي جاية بإذن الله هتلاقوها موجودة على القناة. الأسبوع الرابع نمبر 1، When the operating system automatically detects a new peripheral device، يعني لما النظام التشغيل عندك يتأكد أو يشعر إن في عندي جهاز اتوصل بيه، it installs the appropriate driver for the peripheral device. طبعا احنا قلنا ان هو بيبدأ بقى ان هو ينزل من عنده الدرايفر او بينزل من عنده الجزء الخاص التعريفي بالجهاز اللي تم توصيله، يبقى الاجابة دي it's right. Number 2, operating system support many devices attached to the computer such as printers and web cams. الكمبيوترز او الكمبيوترز عندي او نظام التشغيل بيدعم عندي اجهزة كتير جدا زي البرينتر والويب كام. طبعا it's right. النموذج الثاني او test 2 number 1, removing unused programs increases the amount used on the hard disk. هل انت لما بتشيل عندك او بتحذف عندك برنامج مش بتكون بتستخدمه، هل ده بيزود عندي الهارد ديسك، كمية الهارد ديسك المستخدمة؟ طبعا لا، بالعكس ده بيعمل عندي سبيس او بيعمل عندي مساحة تكون فري موجودة عندي على مين؟ الهارد. نمبر 2, the operating system helps you uninstall the program. ايوة انا في برامج لازم اتدخل عن طريق الoperating system او الكنترول بانل واعمل لها انستول او حذف من خلال الاوبريتنج سيستم. الكويستشنز نمبر 3 او الاختبار الثالث، ذا بروجرام كان بي انستول ثرو ذا كنترول بانل. هل عندي برامج بعمل لها انستول من الكنترول بانل؟ ايوه ترو. نمبر 2, ميني بروجرامز، برامج كتيره، كام ويز ذير اون ريموفال اور انستوليشنز كوماند. عندي برامج كتير بتبقى جاية بالحذف الخاص بيها، مش بحتاج ان انا ادخل على الكنترول بانل. طبعا it's right. طب تعالى كمان ناخد بالمرة الكلاس اللي هو الهوم وورك، الكلاس اسمنت ده انت بتعمله من مع المستر جوه الكلاس، اما ممكن ناخد الهوم وورك بقى. نمبر 1, removing a program means that you are، يعني ايه ازالة برنامج؟ طبعا ازالة البرنامج انك انت بتعمل له ديليتنج، بتعمل له حذف كل البرنامج ده، وكمان كل الحاجات الاتشمنت او البرامج اللي بتبقى او التطبيقات اللي بتبقى نازلة معاه. نمبر 2, when you download program from the internet، لما انت بتكون منزل برنامج من الانترنت، the program is in the form of، طبعا بيبقى على شكل ايه؟ فايل. تمام كده احنا نكون خلصنا التقييم الرابع. تعال بقى للتقييم الخامس او الاسبوع. نمبر 1, unused program slow down the computer. اي برنامج يكون عندي مش بيستخدم ده بيبطئ عند الكمبيوتر. طبعا it's right. نمبر 2, ومن الافضل انك انت تحذفه. نمبر 2, modern system don't include a list of drivers for many peripherals devices. لا طبعا، ده انا عندي الاجهزه الحديثه او الانظمه الحديثه بيبقى عندها ليستس كتير او درايفرز او انظمه تعريف كتير للاجهزه. السكند تيست نمبر 1, removing unused program increase disk storage space. طبعا لما انا بحذف البرامج اللي مش مستخدمه عندي ده بيزود عندي المساحه اللي بتكون عندي ايه فاضيه او انا اقدر استخدمها، وده بيزود عندي سرعه الجهاز. نمبر 2, a driver is a file or files، يعني ملفات that the operating system installs to use the new peripheral devices with its full features.
طبعا البرنامج او الدرايفر او ملفات التعريف هي عبارة عن ملفات الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل بينزلها عنده علشان يقدر يستخدم الديفايس او الجهاز اللي انت بتلحقه بيه ويستخدم كل الفيتشرز او المميزات الخاصة بيه. نمبر 1 الثيرد تيست بلاج اند بلاي is when the operating system shuts down the computer. هل بتستخدم لما انت تقفل الكمبيوتر؟ اكيد فولس، اكيد يعني اي تطبيق بيشتغل لما اكون انا مشغل ايه الديفايس بتاعي. نمبر 2 the operating system helps you install the program. ايوه عند الاوبريتنج سيستم في برامج كتير بنزلها او بحذفها او بعمل لها انستول من خلال مين؟ الاوبريتنج سيستم. الهوم وورك Modern operating system include a list of جواه list من الدرايفر for many peripheral devices، ملفات تعريفية. Number 2 removing unused program help to، طبعا انك انت تزيل البرنامج اللي غير مستخدم ده بيعمل لك stopping stopping ايه ده بيعمل لك saving، توفير لمين بقى؟ للمساحة التخزينية اللي موجود عندك. وبكده بريب 1 نكون حلينا مع بعض هوم وورك واسسمنت الاسبوع الرابع والاسبوع الخامس. لو كنتوا محتاجين الاي سي تي للاسابيع الجاية اعملوا لايك وشير للفيديو واعملوا سبسكرايب عندنا في القناة، واكتبوا لي في الكومنتات لو اليوتيوب ساب الكومنتات متفعلة هنكمل مع بعض سلسلة تقييمات الاي سي تي ولا نكتفي بالماس بس والساينس. باي باي، مع السلامة.